السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير واهلا بكم في فيديو جديد. اعتزلت امال ماهر الغناء حيث ارغمها على ذلك زوجها المخلوع تركي آل الشيخ، وكانت بينهما عقود قانونية تنص على انها لا تعمل مع اي شركة انتاج اخرى، فاصبحت امال ماهر ملك خاص لتركي آل الشيخ، حتى النفس كان معدود عليها ومن الممنوعات كما قالت، لدرجة انها ضاقت عليها الحياة. والكل يعرف في الآونة الأخيرة قصة اختفائها وأنها معتقلة وتتعرض لأشد أنواع التعذيب، والإشاعات دي طبعا ظهرت بسبب اختفائها الزايد وكل الناس كانت بتسأل عنها، والعالم كله طلع هاشتاج بيقول أمال ماهر فين. لكن أمال ماهر ظهرت في الفترة الأخيرة مرة واحدة دون سابق إنذار، والأغرب من كده إن تركي آل الشيخ باع كل ممتلكاته في مصر، والناس كلها بتتسائل ايه اللي بيحصل، بالذات ان تركي آل الشيخ مقرب للسلطات المصرية. هل انقلب السحر على الساحر؟ هل تصرفات تركي آل الشيخ زعلت السلطات المصرية منه لدرجة ان هم طردوه من مصر؟ وناس قالت ان محمد بن سلمان غضبان عليه. كل الكلام ده مش مهم، الغريب ان طلعت امال ماهر في حفلة العالمين الاخيرة وهي بتقدم اول اغنية تحديدا لها واسمها ذرة رجولة، وعلي صوت كل الناس اللي موجودين بالحفلة بالضحك وقالوا لها انت تقصدي مين، فردت بسخرية وبضحك اكتر وقالت لهم لا اوعوا تفهموني غلط، حتة صغيرة من اغنية في الالبوم الجديد هتقولوا لي رأيكم، اسمها ذرة رجولة. اتفاجئ الكل برد تركي آل الشيخ بيرد على أمال ماهر وبيقول لها كلمات الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، صدق الله العظيم. فهل يا ترى تركي آل الشيخ بيهدد أمال ماهر مرة تانية؟ إن شاء الله الأيام اللي جاية هتعرفنا كل حاجة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم.